Hello everyone, how are you? اليوم درسنا وترتيب الصفات. راح نتعلم شلون نرتب الصفات إذا اجت لنا فد مجموعة متنوعة من أنواع من الصفات. مثلا It's a wonderful old Italian clock. هنا شلون رتبنا هذين ثلاث صفات على أساس رتبناهن، فراح نتعلم شنو القاعدة اللي تخص ترتيب الصفات. الصفات إلها أنواع، وعلى أساس هاي الأنواع راح تترتب. يعني بالبداية إذا لقينا صفة تخص الرقم number فراح نخليها بالبداية، for example 1, 2, 3. النوع الثاني راح نخليه تخص quality or opinion، اللي يخص النوعية أو يخص الرأي. مثلا عندنا صفة good هي تخص الرأي، مثلا نقول هذا الشيء زين، great عظيم، terrible فظيع، lovely محبوب، beautiful اللي معناتها جميل، pretty اللي معناتها ايضا جميل، او bad اللي معناتها سيء. فهذين الصفات كلهن شفناهن يخصا رأينا. النوع الثالث راح نخليه هو يخص الحجم، مثلا huge، large، small، هذين مدام صفات يخصن الحجم فراح نخليهن بالمرتبة الثالثة. الصفات اللي نخليه بالمرتبة الرابعة هن الصفات يخصن العمر، age. For example old اللي معناتها كبير، young اللي معناتها شاب، new اللي معناتها جديد، youthful اللي معناتها فتي، أو عندنا صفة antique اللي معناها أثري. بالمرتبة الخامسة راح نخلي صفات الشكل، مثلا flat اللي معناها مسطح، round اللي معناتها مستدير، square اللي معناها مربع، rectangle اللي معناتها مستطيل، long اللي معناتها طويل، or curly اللي معناتها مجعد، وبقية الصفات اللي تخص الشكل. بالمرتبة السادسة راح نخلي الصفات اللي تخص اللون، color. For example red أحمر، black أسود، bright ساطع، yellow أصفر، orange برتقالي، وبقية الصفات اللي تخص اللون. 7 بالمرتبة السابعة راح نخلي nationality، الصفات اللي تخص القومية أو الجنسية. For example French فرنسي، or Iraqi اللي معناتها عراقي، Greek اللي معناها يوناني، وهكذا. 8 راح نخلي بالمرتبة الثامنة الصفات اللي تخص النوعية، مثلا cotton اللي معناتها قطني، أو silk اللي معناتها حريري، metal معناتها معدني، paper اللي معناتها ورقي، wooden اللي معناتها خشبي، أو silver اللي معناتها نحاسي، gold اللي معناتها ذهبي، وبقية الصفات اللي تخص النوعية. For example إذا عندنا جملة I love that really big old green antique car، هنا بالبداية خلينا صفة big لأنها من نوع الحجم، وبعدها خلينا صفة old اللي هي من نوع العمر، وبعدها آخر شيء خلينا صفة green اللي هي من نوع اللون. يجينا سؤال It's a clock، وبنطينا بين قوسين صفات ويقول لنا reorder Italian old wonderful. شلون راح نرتبهن؟ بالبداية راح ناخذ أنواعهن، يعني صفة Italian هي من نوع nationality، وصفة old هي من نوع age، وصفة wonderful هي من نوع opinion. فيا صفة راح نقدمها بالبداية حسب التسلسل اللي أخذناه بالصفات. النوع الأول لازم يكون هو نوع الأوبينيون اللي هي صفة wonderful، وبعدها نخلي نوع العمر اللي هي صفة old، وآخر شي راح نخلي Italian اللي هي صفة nationality. تصير الجملة It's a wonderful old Italian clock. Another example It's a books، مطينا بين قوسين blue square big. ننتبه لأنواعهن هذين الصفات، الصفة الأولى blue نوعها من نوعية الكولر اللون، والسكوير من نوعية الشيب الشكل، وعدة big من نوعية size اللي هي الحجم. فبالبداية احنا متفقين انه نمشي على تسلسل ترتيب الصفات، ف
بالبداية لازم نخلي صفة تخص الجسم وهي big، وبعدها نخلي صفة تخص الشكل وهي square، وآخر شيء نخلي صفة اللون اللي هي blue، فراح تصير الجملة عندنا it's a big square blue books. إذا لقينا صفتين من نفس النوعية فلازم نخلي بيناتهن and. For example, the library has old and new books. هنا صفة old وصفة new هنا من نفس النوعية اللي هي تخص العمر، فإذا نخلي بيناتهن كلمة and. ملاحظة ثانية، إذا لقينا صفتين أو أكثر من نفس النوع فراح نخلي بيناتهن كما، ونخلي كلمة and بين الصفتين الأخيرات. For example, we live in the big green, white and red house at the end of the street. هنا الصفة الأولى big لأنه مو من نوعية الصفة green, white, red، فلهذا السبب ما خلينا بين البيج وجرين، ما خلينا بيناتهم كما، وجرين ووايت خلينا بيناتهم كما. ليش؟ لأنه هنا عندنا جرين ووايت من نفس النوع، ووايت وريد لأنه من نفس النوع، لأن هي ريد جاي الصفة الثالثة، فقلنا آخر صفتين اللي هنا وايت اند ريد نخلي بيناتهم كلمة اند. Thanks for your watching.